ماذا لا هذا الأمر متعلق بمواقف الدول الأوروبية، كيف ستتعامل الدول الأوروبية مع هذا الملف، وخاصة أن ما خرج به هذا المؤتمر حتى الآن أو ما جرى من مناقشات لم يتطرق إلى طرق الحل أو الجلوس إلى مفاوضات بين الطرف الروسي والأوكراني. ما زال الجميع أو حتى الدول الأوروبية ما زالت تقدم الدعم العسكري إلى كييف، وما زال هناك موازنات وأموال ضخمة تقدم إلى كييف بهدف دعم أو استمرارية هذه الأزمة بصورة كبيرة. هناك الطرف الأوروبي ما زال هناك هو الخاسر على هذه المعارك، وما زالت روسيا وحتى الولايات المتحدة على ما يبدو أنهم أكثر مكاسبا، وإن كانت أضرار كثيرة تقع على الطرف الأوروبي نتيجة السياسات الروسية، سواء من خلال يعني تقليل الضغط أو تهديدها أو تلويحها باستخدام ملف الطاقة بصورة ما أو بأخرى، أيضا استمرار روسيا في تحقيق أهدافها في الداخل نعم، الأوكراني حتى هذا اللحظة، وإن كانت لم تحقق كافة الأهداف لكنها أنجزت عدد كبير جدا من أهدافها في أوكرانيا.